مرتبط بمسألة امتحان المحاماة. هذا الموضوع هذا عرف تدخل مؤسسة دستورية اللي هي مؤسسة الوسيط، وهذه المؤسسة هذه قامت بعمل كبير جدا على مستوى الوساطة وعلى مستوى تتبع هذا الملف ودراسة مختلف النقاط التي أثرها، واقترحت مجموعة من المقترحات. طبعا السيد رئيس الحكومة أخذ علما بهذه الملاحظات التي أثيرت وعبر عن ذلك في بلاغ رسمي، ووزارة العدل تفاعلت مع المقتضيات أو مع مختلف التوصيات التي جاءت في هذا التقرير. فعلى هذا المستوى هذا أعتقد بأن الحكومة قامت بتنفيذ هذه التوصيات الآن، لكن الوزارة الوسيطة وزارة العدل عندها الفضاءات ديال النقاش وديال الحوار مع مختلف المتدخلين، ماشي فقط في هذا الملف ولكن في ملفات أخرى. أكيد بأن المجال سوف يكون يعني في حوار مفتوح مع مختلف المتدخلين. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب، بارطاجيو الفيديو، ديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.